السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد وفيديو جديد. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو ديال اليوم. غادي يكون نهار ديال الاكل الصحي بامتياز من الصباح حتى العشيه. المهم غادي يكونوا زوج وجبات رئيسيه. حنا كناخذوا الاكثريه زوج ديال الوجبات في النهار. هاد الوجبات غادي يكونوا كما قلت لكم صحيين. اول مره غادي نشاركهم معكم، نتمنى يا ربي يعجبكم. ما تنساونيش باللايك وتعليق زوين وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. ما نطولش عليكم في المقدمه وندوزو نيشان الفيديو على بركه الله. هنا قبل ما نبداو الشيوات غادي نشارك معكم شنو وصلني من عند وليمه. كان ديجا وسبق لي يعني تعاملت معهم وصراحه المعامله ديالهم ما عندي ما نقول. دابا داروا سيت انترنت اللي بغى يكوموندي عليهم، انا غادي نخلي لكم في تحت من الفيديو. وهنايا غير كيقولوا يعني علاش تمت وليمه غوبا دو فيت ولا وليمه، راح نعرفوا كاع وليمه شنو هي. المهم صيفطوا لي هنايا التمر، هذا كيبان معسل وانا كيعجبني هاد التمر بحال هكا. شوفوا كيفاش داير من الداخل معسل كيحمق التمر. كاين اتاي، تعقلوا على اتاي بحال داك الشكل الاتاي اللي كنا كناخذو في المغرب، اتاي الخضر بحال هكا، اتاي كنا نقولو اتاي الشينوا. هذا ديال وليمه، غادي نشوف هو كيفاش داير ونقول لكم. غاديش نخلطو مع اتاي اللي عندي. كاينه تشيشه ولا البلبوله متوسطه، هادي غادي نحاول نصاوب بها شحال ان شاء الله وهكا نشاركها معكم. هادو دي مينياتور ديال اتاي. هذا هو اتاي انا اللي كنستعملو صراحه زوين، وديما صافي لونطون هذا هو اللي كنستعملو. فن زوين بزاف، ما عنده حتى شي علاقه معاهم هما، ولكن هذا زوين. هذا عمرني ما جربته، مي غادي نجربوه ونشوف. انا ما غادي نخلط حتى شي حاجه مع الحوايج اللي عندي باش نقول لكم الانطباعات ديالي لابريسيون واش شي حاجه زوينه ولا لا. ولكن صراحه هما عندهم شي حوايج ديال المغرب اللي ما كنلقاهمش هنايا وبثمن مناسب، شي حاجه اللي زوينه يعني ما هي غير ناديه. هادو دي مينياتور عجبوني ديال زيت الزيتون بحال هذا الشكل، هذا صغيورين. كاين اللوز هنايا 400 غرام ديال اللوز بحال هكا بالقشره ديالو. وهنايا زيت الزيتون، اوبس كنت غادي نطيحها وصلت مقاده ولكن انا اللي كنت غادي نهرسها. زيت الزيتون ديال تاسورت، عمرني ما دقتها الصراحه. سبق لي ودقت واحد زيت اخرى ولكن هذه عمرني ما دقتها. غادي حتى هي ما نخلطهاش مع زيت الزيتون اللي باقيه لي وندوقها ونقول لكم يعني الراي ديالي فيها. فوالا كنبغي نشكرهم هذا المنبر، شكرا لهم. وغادي نحاول نصايب شي وات بهذا الشيء هذا باش نشاركهم معكم ان شاء الله. نتمنى انهم يعجبوكم. غادي ندير الحريشات بالشعير ولا بالسميده ديال البلبوله. انا هنا عندي كاس، نتوما القياس على حسب شحال غادي ديروا. المهم هنا انا غادي نديرهم صغيورين هكا باش يبقاو لي في الكونجيلاتور. عندي هنايا كاس، انا غادي ندير الماء طايب، خص الماء يكون سخون باش هكا يسرع لكم العمليه ديال لان هاد الشيشه ترطب. وهاد الماء انا راه ما كنرميش، كنزيد عليه عاد مازال مكونات اخرى اللي غادي نقولها لكم يعني من بعد ان شاء الله. المهم هي هادي نقربها لكم باش تشوفوها عن قرب. هادي تشيشه متوسطه، ديروا بها الخبز، ديروا بها بحال الحسوه ديال التيشه بالحليب ولا بالعشوب. المهم هي هادي. انا واحد الاخت جزائريه قالت لي لا تفهم عنديش انايا، ما كنعرفش شنو املو، قالت لي ما عرفتش كيفاش نديرلو. قلت لها ان شاء الله غادي نشاركو معكم. غادي نصايبو املو اقتصادي. انا سبق لي ودرتو، درتو باللوز، درتو بالزنجلان، درتو بزاف ديال الحوايج ما شاركتهمش معكم، ولكن ان شاء الله شويه بشويه نبقى نشارك معكم هاد الوصفات الصحيه. المهم هنا كما شفتوا درت 200 غرام ديال اللوز اللي حمرته في الفران. 200 غرام خصو يكون بالقشره ديالو. انا غادي نستعمل زيت الزيتون، انا وزيت الارغان ما كيتوفرش في كل شيء ولا عند كل شيء. زيت الزيتون كاين في كل بلاصه، غادي نستعمل زيت الزيتون. غادي نجيب الملح نسيتها. صافي انا غادي نطحن اللوز مزيان مزيان مزيان، اي طحن عندكم ماشي بالضروري تيرموميكس. غادي نطحنو مزيان ومن بعد غادي نشوفو شنو غادي نزيدو معاه، راه دغيا تيوجد.
كنزيد عاد نكمل نطحن فيه غادي تطحلي غادي يخرج لي الزيت ديال اللوز فهمتوا. ولكن انا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش تيرموميكس و ما يقدروش زعما يطحنوه بحال هكا هو دابا الروبو انا وراه سخن غادي نزيد عليه المكونات الاخرى. المهم نتوما تطحنوه مزيان 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 وفي الطحنه الاخرى يعني اللي غادي تصافي تحبسوا فيها الطحين غادي نزيد واحد شويش ديال الملحه انا غير قبيصه ديال الملحه غادي نزيد معاها انا جوج معالق كبار ديال العسل والحلاوه كتبقى على حسب كل واحد وشنو كاين اللي كيبغي حلو كاين اللي ما كيبغيش حلو. المهم 200 غرام غادي ندير معاها جوج معالق كبار ديال العسل هنايا وغادي نديرهم يطحنوا. صافي انا زدت العسل زدت الملحه ودابا غادي نبقى كنزيد في الزيت تقريبا غادي ياخذ 200 غرام كتهز لي واحد 80 مليلتر ديال الزيت. المهم نتوما غادي تبقاو كتطحنوا وتزيدوا الزيت عينكم ميزانكم. الا ما عندكمش طحانه يعني اللي شتوها غادي تميكسي لكم بزاف تقدروا تكتفيوا بهذه المرحله هذه تبقاو كتزيدوا في الزيت وانتم كتخلطوا بمعلقه. صافي انا هنايا درت الميزان ديال الثيرموميكس غادي ندير 80 مليلتر من زيت تاسورت صافي كما قلت لكم انا عارفه القياس ديال اللوز ديال العسل ديال الزيت نتوما غادي تشوفوا عتاك على حسب. الا بغيتوه يكون مطلوق زيدوا الزيت بغيتوا ذوقوا بغيتوه يكون حلو اكثر من هكا تزيدوا الحلاوه. المهم الطريقه هي هذه سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه وشي حاجه اللي صحيه لنول وليداتنا. انا غادي نديرهم في لي بو هانتوما شوفوا الكميه اللي جبتي غير هذا البو الصغير وهذا كبير ديال الكونفيتور راه من بعد وغادي عاد يزيد يطلق الزيت غادي تشوفوا الزيت من الفوق. المهم قبل ما تاخذوه خلطوه مزيان هانتوما شوفوا لا تيكستور ديالو شفتوا كيجي زوين بزاف بنين. المهم ماشي بحال ديال املو الحقيقي هذا املو المزور باللوز وزيت زيتون ولكن شي حاجه اللي صحيه فيه العسل الحره فيه زيت زيتون اللوز حتى هو يعني صحي. المهم كلشي صحي كلشي زوين هذا الفطور للدراري راه كيعجبهم. انا صراحه ولادي كيعجبهم ولفوهم من الاول ياكلوا هذا الشيء باش منين يكبروا ما تحصلوش معاهم. المهم هذه هي الكميه اللي جاتني انايا. انا غادي ندير لاباط ديال التمر ولا حتى هي ديال الدهن كتجي زوينه بزاف. انا غادي ندير غير الكميه صغيره المهم شويه كندير كل مره كندير حاجه كنبدل فهمتوا يعني باش ما يبقاش واحد الملل ليا ولولادي. عندي 100 غرام ديال التمر التمر ديالهم معسل عرفتو ما نقول لكمش ما صبرتش قلت ضروري خصني ندوق شي وحده فن فن كيحمق صراحه زوين بزاف. هذا لشهر رمضان ان شاء الله علاش لا صراحه زوين معسل شوف كي داير كيلصق. غادي نزيد معاه شويه ديال ما زهر تقريبا واحد 50 غرام ديال ما زهر. الناس اللي عندهم ثيرموميكس يديروا 7 ديال الدقائق فاغوما فيتاس 1 والناس اللي ما عندهمش ثيرموميكس غادي ديريه فواحد الكاسرونه ديريه فوق النار وتبقاي كتحركيه شويه بشويه شويه بشويه. المهم مده ديال 7 دقائق صافي حتى كتشوفي انه بدا داك التمر بدا كيتعجن صافي وغادي تطفي عليه ومن بعد غادي نشوف اسمو غادي يزيدو عليه الا بغينا نزيدو عليه شي حاجه صحيه اخرى. رغم فيتاس هانتوما هنايا بقات له واحد شحال باقي له جوج دقائق غادي نزيد عليه شويه ديال الزنجلان اللي محمر ديجا غير شويه غير بحال هكا باش عطيه واحد المذاق وقرمشه بلا ما تطحنوه ديرو غير بحال هكا راه ما غاديش يطحن غير باش يتخلط هذا كيعطينا مذاق وحتى الزنجلان كنعرفوا الفوائد ديالو. انا غادي نرجعو يكمل يتطحن ومن بعد نتلاقاو. هو من بعد ما تطحن كما كتشوفوا بحال هكا ولا تفور وتطحن في نفس الوقت. المهم لكل 100 غرام ديال التمر عندنا 50 غرام ديال الماء زهر والزنجلان كما قلت لكم راه اختياري ماشي يعني اوبليجي ديروه بحال هكا كتكون عندنا حتى هي وصفه ديال الدهن يا اما الصباح ولا الكوتي للوليدات كتجي زوينه صحيه. وبالنسبه للكميه تقدروا تضعفوا الكميه ولكن انا كما قلت لكم دائما كنفضل ندير بحال هكا كل مره كندير حاجه مره كندير هذه مره كندير ديال الشريحه كل مره وشنو ديال الكرموس كيجيو زوين بزاف. 100 غرام ديال التمر 50 غرام ديال ما زهر هادو جوج مكونات باش كديروا وصفه اللي زوينه. غادي ندير الحريشات ديال البلبوله المهم كما شفتوا رطبت البلبوله ياك وقبيله خليتها تبقى شحال ما خليتوها شحال ما كتجي رطبه. انا هنا غادي نزيد عليها الدقيق ديال القمح
ومعاه غادي نزيد دقيق ديال الشعير. هنا كنت كنسجل لكم ولكن الصداع ديال الطوموبيلات برا بزاف، الصوت ما مسموعش نهائيا. المهم هنا دقيق ديال الشعير ودقيق ديال القمح. شنو غادي نزيد معاه؟ غادي نزيد معاه عندي هنايا شويه ديال الزعتره ولا لوغيكون، عندي الملحه، عندي بيكربونات الصوديوم. تقدروا ديروا نتوما الخميره ولا الخميره ديال الخبز، ديروا واحد شويه اولا الخميره البلديه كيف ما بغيتوا. وعندي الكمون، انا هنا غير هذه غادي نزيد عليها واحد النقيطه عصره ديال الحامض ولا فينيغر دو سيدر باش هكا يعطي المفعول ديالو. وهذه غادي نحكها ونزيد معهم واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. وعندي هنايا بيضه، غادي ندير تسريع الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، في نفس الوقت راه غادي تشوفوا معايا المراحل مرحله مرحله. جاتني عاد شويه مطلوقه، يعني باقي عاد خصها تجمع. هي باقي مازال غادي تشرب الشعير، كنعرفوا كيشرب ومع درنا ديك البيضه غادي تجمعها. المهم نتوما عينكم ميزانكم، انا غادي نزيد معها عاد مازال شويه ديال الدقيق ديال الشعير. المهم نتوما على حسب النوعيه ديال، انا كنقول لكم المقادير اللي مولفه كنديرهم، ولكن حتى هاد البلبوله هذه عمرني ما ختمت بها، يعني اول مره كنخدم بها. داكشي مازال ما جاداش قياسها في يدي مزيان، فهمتوا؟ يعني الاخرى اللي مولفه كنديرها كندير غير جوج معالق من كل حاجه، يعني كندير داك الكاس ديال ماشي ديال العنبه، كاس اتاي هذاك رابعه تقريبا. المهم فيه نقولوا 250 غرام ديال التشيشه، كندير معاه 300 مليلتر ديال الماء اللي يكون دافي، والاخرين كنزيد جوج معالق ديال الدقيق ديال القمح ولا السميده ديال القمح، كل واحد شنو كيسميها كما قلت لكم. وكنزيد معاها الدقيق ديال الشعير، حتى هي كتزيد تقريبا زوج حتى ثلاثه المعالق، ولكن هذه كان خاصني عاد مازال شويه كما شفتوا زدتها. صافي دابا غادي نخليها هكا، ما ديروهاش عاوتاني قاعده لان مازال غادي تشرب، غادي نخليها غير بحال هذا الشكل هذا. الريحه ديال الزيت هذيك ديال الثومه كطالعه من هنايا مع الزعتر، ما نقولكمش الزعتره لوغيكم الزعتره، عرفتوا واحد الريحه كتشهي. غادي نخليهم دابا على جنب يرتاحوا واحد شويه حتى تشرب، عاد وندوزو باش نطيبهم ان شاء الله. انا هنايا خلطت شويه ديال النخاله مع شويه ديال هذيك التشيشه اللي غادي نقرص فيها دابا. ما نشعلوش النار على المقله ولا على المسخر، ما تشعلوش عليه النار من قبل، انا غادي نخليه بارد، غادي ندير الكريسات. المهم غادي نعاون بشويه ديال الماء ندير الكريسات، من الاحسن نديرهم في هاد لي سيركل هادو باش كيجيونا مقادين. المهم غادي نهز باش ما تجينيش غليظه، ما تجيش عاوتاك رقيقه. غندير هكا ندوزها هنا، غادي نحطها اب في هاد لو سيركل ونرش فوق منها شويه من هاد الخليط ديال النخاله والتيجه، وانتم عاوتاك ديروا اللي بغيتو. وغادي ندفع بهادي باش كتجيني مقاده على هذا الشكل هذا. غادي نقرب لكم باش تشوفوا الاخرين كيفاش كيجيو. الحريشات كيجيو زوينين بزاف صراحه غزالين. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل.
مع اليد اليسريه ما كنبغيش نقطع بها الخبز وداكشي، ولكن هانتوما شوفوا كيجيو طايبين، ما كيجيو لا معجنين ولا حتى شي حاجه، كيجيو زوينين مسمين بديك الزيت اللي فيها الثومه مع الزعتر، كيجيو غزالين بزاف. درت بريداتي هنا بالعشوب، ما درت لا نعناع لا على شيبه، بزيت زيتون، زبده بلديه ديال الدار بالاعشاب حتى هي بالزعتر، املو باللوز وزيت الزيتون، كونفيتور ديال التمر صافي، وحطيت هنا شويه ديال التمر شريحه واللوز، وغادي يكون فطور بسيط دغيا دغيا وشي حاجه اللي صحيه. رجعت معكم غادي نصايبوا واحد المسمن معمر، ولكن ساهل مسمن يعني ديال الفران اللي ندخلوه الفران، غادي يكون معمر بالخضره. المهم غادي نشوفوا المراحل حاجه بحاجه. اول حاجه غادي نصايبوا عجينه اللي تكون غادي نحاول ما امكن تكون صحيه. المهم هنا يعني مولفه كنديروا انا بالدقيق البيض، ولكن دابا غادي نديروا بهذا الدقيق، هذا الدقيق القمح الكامل اللي فيه ديجا البودور، فيه بحال هكا كيكون مخلط. عندي هنايا الملحه، المهم الدقيق انا ما قلت لكمش 4 ديال الكيسان ديال العنبه، تقدروا تعبروا باي كاس. عندي هنا معلقه صغيره ديال الملحه، عندي هنايا الفينو جوج الكيسان ديال الفينو بحال هكا، وهذه بيكربونات الصوديوم معلقه صغيره ما عامراش، تقدروا تعوضوها بشويه ديال الخماره ديال الحلوه. وعندي هنا شويه ديال العسل، هذا العسل على حساب يعطينا اللون يعطينا القرمشه للمسمنه، لان بغيناها تكون مقرمشه. بالنسبه لبيكربونات الصوديوم كيف ما ديما البنات، يا اما خل اولا عصيره ديال الحامض باش تعطينا المفعول ديالها. انا هنا درت شويه قطرات ديال الحامض الاخضر، سمحوا لي. صافي، وغادي نجمع هاد العجينه هادي بالماء. هاد العجينه راه ما تحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه، غير غادي نجمعوها وغادي نخليوها كترتاح. المهم الوصفات كاع اللي شاركت معكم هاد النهار البنات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف هكا باش يبقاو لكم مكتوبين، اللي بغات ترجع زعما لشي وصفه تقدر ترجع لها، وباش تبقى لكم يعني ديما الوصفه عندكم الا كانت عندكم كونت ديال اليوتيوب هذا اللي كديروا به جام كتشوفوا لي فيديو وداكشي، باش تبقى لكم الفيديو غادي ديروا له جام هكا، باش غادي منين تمشي منين تقلبي على شي وصفه اللي بغيتيها غادي تلقايها عندك، فهمتوا يعني ما كتبقيش تقيلي تقلبي عليها في القناه، شفتوا الهضره طلعت لي. المهم هنايا كما شفتوا انا جمعت هادشي كامل، العسل ودوك النواشف، غادي نزيد الماء العادي، الماء العادي غادي نجمعها. هنا كما شفتوا انا ما دلكتها ما حتى شي حاجه، راني غير جمعتها. المهم بحال اي عجينه ديال المسمن ما خصهاش تكون عاوتاك مطلوقه بزاف، ما تكونش عاوتاك قاصحه. المهم انا هنايا درت لها شويه ديال الزيت، غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها. هاد الزيت هو اللي غادي يعاونها باش تبقى مدلوكه. هادي تقدروا تخليوها من ساعه الفوق، يعني تصايبوها وتخليوها حتى ترجعوا لها من بعد، فهمتوا يعني تقدروا ديروها حتى بالليل وبالصباح تلقاوها موجوده. الا بغيتوا ما بغيتوش يعني الدقيق القمح الكامل هذا اللي فيه الزراعه، تقدروا تعوضوه بالدقيق البيض، فهمتوا. المهم نتوما ليكم الاختيار. صافي انا غادي نغطيها ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا باش غادي نعمروها. خصني ندير يعني الحشوه ديالها باش تبرد، غادي نشوفوها مع بعضياتنا ان شاء الله. شي حاجه اللي سهله وبسيطه. ها كيما شفتوا خديت مقله درت فيها شويه ديال الزيت، والبصله حمرتها هنايا شحالها. عندي هنا واحد الحبه ديال القرعه وجوج خيزوات اللي غادي نديرهم حتى تخليو حتى طيح البصله، هنا هي ما كتاخذش الوقت، خيزو والقرعه ما كياخذوش الوقت زعما ماشي بحال البصله، البصله تاخذ الوقت باش تشحر. صافي غادي نزيد كما شفتوا هنايا، يا اما هنا غادي تزيدوا الكفته الا بغيتوا تزيدوا الكفته، تقدروا تزيدوا معها الدجاج ديال الدجاج اللي بغيتوا نتوما في الحشوه ليكم الاختيار. انا غادي نخليهم غير واحد شويه تشحروا، المهم ما كياخذوش طياب كيما قلت لكم خيزو والقرعه دغيا دغيا حيت راه محكوكين. غادي ندير لهم التوابل، هنا غادي ندير شويه ديال الكركمة، غندير شويه ديال السكينجبير، و
غادي ندير شويه ديال الابزار ماشي بزاف، وغادي ندير شويه ديال الملحه. هادو هما التوابل اللي غادي نديرهم فيهم. تكون النار ناقصه باش ما تحرقش لينا البزار والخضره. الا كنتو غادي ديروا البيض ديال الدجاج ديروا كيتشحر مع البصله. الكفته دغيا كطيب حتى هي، خليو غير البصله تدبان وديروا معها الكفته. مي انا غادي ندير معها الطون، يعني الطون راه طايب حتى نطفي النار كما شفتوها هي خضره كتبان لكم لانها دبالت. انا خليها غير واحد جوج دقائق ونزيد عليها الطون صافي ونطفي عليها في نفس الوقت. ملي نزيد الطون نطفي عليها صافي. انا هنا طفيت النار، يلا زدت البواطه ديال الطون. انا هنا درت الطون ديال المطيشه باش يعطيني مذاق اكثر، فهمتوا الطريقه؟ تبع الدراري كيبغيو ياكلوا لنا الخضره. وغادي نزيد واحد معلقه نكملها مابقاش فيها ديال الصوجا اللي حلوه. الا كانت مالحه ردوا البال مع الملحه ما تكثروش، مع الطون مالح والخضره ما تكثروش فيها الملحه. صافي انا كما شفتوا طفيت عليها، هذه غير السخونيه ديال البوطه اللي راهي كتخدم دابا. صافي ها هي الخضره دابا موجوده مع الطون، العجينه ها هي كترتاح مازال. وهنا غادي نزيد واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس بحال هكا، نقطعهم شويه غليظ ونديرهم حتى الاخر باش هكا كيبقى المذاق ديالهم ويبقى حتى المنافع ديالهم يبقاو ما يمشيولناش في الطياب. وهذا دائما كيبقى اختياري بالنسبه للنكهات ولا البزار، نتوما كتشوفوا كل واحد وشنو كيبغي. بغيتو تزيدوا فيها حتى الحار، يعني الا ما عندكمش الدراري صغار في الدار تزيدوا فيها الحار. صافي انا قطعته غليظ باش يجي لي باين شويه. كما قلت لكم هذه طريقه حتى الدراري باش ياكلوا لنا الخضر. انا ولادي ما عنديش مشكل، عندي لينا اللي ما كتبغيليش البصله طايبه، ولكن بحال هكا ما غاديش تجيها باينه، يعني غادي تاكلها ما غاديش تجي باينه. غادي ندوزو باش نقادو هاد المسمن المعمر. المهم انا راه بقى مدة طويلة هنايا، كما كتشوفو راه بحال الليلة مدلوكة. هانتوما راه هي رطبة. انا خديت هنا زلافة فيها شوية ديال الزيت وشوية ديال الزبدة مدوبة. غادي نقسمها هنايا على زوج ديال العجينات اللي يكونوا تقادين. غادي ناخد هاد العجينة الأولى وغادي نطلقها. هنا كما شفتوا العجينات بجوج درتهم على شكل مسمن بربعه. غادي نطلق الاولى، المهم هذه الثانيه، هذه الاولى غادي نطلقها. كما قلت لكم نتوما على حسب الحجم ديال الصينيه اللي غادي ديروه فيها. المهم خصني نطلقها نرققها مزيان، وغادي نديرها هنايا ومن بعد غادي نطلقها. واش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نحاول نكرسها. المهم خصها ضروري تجي رقيقه باش ما تجيناش معجنه، نعطيولها الخاطر. صافي هنا كما شفتوا انا طلقتها. هنا فوق الصينيه كاين الورق الغذائي، رشيت شويه ديال الفينو المهم اختياري، وغادي نهزها. ومازال نزيد نطلقها عاد. انا هنا البنات جاني شويه مع دقيق القمح الكامل شويه صعيب انك تطلق، استعملت المدلك. نتوما الا جاكم نفس القضيه استعملوا المدلك باش هكا يعاونكم شويه ما تجيكمش زعما صعيبه. غادي نقادها. هنا الثانيه تاهي طلقتها، المهم ما طلقتهاش بزاف، خليتها شويه باش هكا ملي نهزها غادي نقادها فوق من هذه. غادي ناخذ الحشوه هذيك اللي صايبناها وغادي نحاول نسرحها من الفوق. نتوما بغيتو ديروا شويه ديال الفخوماج باش تجيكم يعني
مع الكم لداخل تقدروا ديروه. انا ما غاديش ندير الفرماج، غادي نسرح هذه الخضره مزيان، غادي نسرحها بيدي باش تجي متساويه. شوف ديرها في كاع البلايص. ولا زعما طلبت الاذن من السلطات العليا، قلت له واش ندير الفرماج شويه ديال الموتزاريلا باش يجي زوين، تجي داكشي معلك. قال لي ديري شويه وما تكثريش. المهم غادي ندير شويه. نتوما ديروا اي نوع ديال الفرماج عندكم ديروه، ما ماشي بالضروره تكون موتزاريلا. المهم انا ما غاديش نكثر، غير شويه باش تشد لي الحشوه وصافي بحال هذا الشكل هذا. المهم غادي نحاول نفتح حيت انايا كنديرو في الكونجيلاتور في المجمد، ما كنستعملوش ديما، داكشي علاش كنخاف لا يخسر. والفرماج الا طولت عليه ما استعملتوش راه كيضيع. كما شفتوا هنا راه غير شيت، يعني نقدر نقول لكم ما كملاش واحد الحفينه ديال الموتزاريلا. صافي ما نكثرش ما نعيقش، عطاني الاذن ما خصنيش نعيق عاود. صافي غادي نهز هادي نحطها فوق منها. كما شفتوا ضربتها هكا شويه باش تلصق هذيك الحشوه مع العجينه الفوقانيه. المهم خصكم ديروهم رقاق باش ما يجيكمش عاوتاك غلاطين، واخا ما فيهمش الخمر راه فيهم ديك شويه بيكربونات الصوديوم. هنا ضربت واحد البيضه مع شويه ديال صلصه السوجة باش تعطيني اللون. غادي ندهن هاد المسمنه كامله بحال هاد الشكل هذا، ما غاديش نخليوها ترتاح، غادي ندخلوها للفران طيب مباشره، الفران اللي يكون سخون على 180 درجه. نخليوها حتى كتحمر. المهم هنا بالنسبه للتزيين انا غادي تشوفوا، غادي ندير لكم تسريع ديال الفيديو باش تشوفوا التزيين اللي غادي نديرو. تقدروا تدخلوها غير هكا بلا ما ديروا لها لا تزيين لا والو. ما تنساوش منين تكونوا منين ديروا العجينه هذه الفوقانيه تلصقوا هنايا الجنيبات باش ما ترفعش العجينه الفوقانيه وتبقى لكم العجينه التحتانيه هي والحشوه، فهمتوا؟ ديروا بحال هذا الشكل هذا. صافي انا غادي نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي ندهنها هكا. الفران انا عندي راه كيسخن على 180 درجه كما قلت لكم، ندخلوها ومن بعد غادي ندوز في نفس الوقت هي كطيب. غادي نصايب واحد الحشوه ولا التشيشه مطيشه هاد المره بلا صوص طوماط، كتجي حتى هي زوينه وتليق لهاد البرد هذا. صراحه هاد النهار درت غير دوا البرد. في الفران كطيب. دابا غادي نصايب التشيشه ولا البلبوله كيف ما قلت لكم. عندي هنايا البلبوله هذا المويان، هذه نيت اللي درت بها الحريشات اللي غادي نصايب بها. عندي تقطعات ديال الدجاج، نتوما بغيتو ما ديروش راه كتجي بلا بها، كتجي زوينه يعني ما كاين ماشي مشكل. عندي هنا معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. هنا عندي الملحه، البزار، شويه ديال التحميره، كركما، سكينجبير وشويه ديال الزعتره. وهنايا عندي حبه ديال المطيشه، حبه بصله، عندي زوج دروسه ديال الثومه ولا زوج ريوسات الثومه اللي المهم هادو مرقدين، داكشي اش كتشوفوا اللون ديالهم هكا مبدل. عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر والكرافس والقزبر والمعدنوس. انا غادي نقول لكم الطريقه سهله ودغيا تصاوبوها واي وحده، يعني بلا ما تبقاو كتقردوا ولا كتقطعوا. انا يلا قطعت الدجاج. غادي ناخذ واحد الطنجره، هذه طريقه اللي سهله وغادي تعجبكم الصراحه، كنديرها بحال هكا كنكون عيانه شويه ولا كنديرها هنا في الطنجره. المهم زيت الزيتون بلاتي وغادي نزيدوه، ماشي دابا كاش تقولي لي ناقص زيت الزيتون. غادي ناخذ الحزمه ديال الكرافس، انا دايراهم في المجمد بحال هكا، كنديرهم في سوبالا ونديرهم في بلاستيك غذائي باش كيبقاو لي مزيانين. درت بحال هكا غادي نديرهم، غادي ندير معاهم الحزمه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي ندير الحبات المطيشه هكا وحبه ديال البصله هكا مع زوج دروسه ديال الثومه، شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر بحال هذا الشكل هذا. واخا من بعد غادي نديرو الماء، انا هنا غادي ندير يترو ديال الماء اللي غادي نديرو. غادي نشعل عليه النار وغادي نخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. منين كتغلى تبدا كتغلى غادي تحسبوا لها 10 ديال الدقائق،
وموراها غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا. طريقه سهله وبسيطه، ما تبقاي لا تقطعي ولا حكي ولا قردي ولا والو، دغيا دغيا صافي. هنا من بعد انا غادي نديرهم في الميكسور، نديرهم في الثرموميكس نطحنهم. نتوما ديرهم في ميكسور ولا تقدروا غير في الطنجره داك البلونجور وطحنوا هادشي كامل. صافي كما شفتوا غادي نرجعوا على داك الطنجره، غادي نزيد عليه دوك الطريفات ديال الدجاج. هذا اختياري، المهم نتوما الا ما بغيتوش ما ديروهش، ماشي مهم. نزيد هذوك الاعشاب كاملين اللي قلت لكم قبيله، وغادي نزيد ديك المعلقه ديال مطيشه ديال الحك. مباشره غادي نزيدو هذيك التشيشه اولا البلبوله. انا هنايا درت كاس، يعني تقريبا ربعة 250 غرام غسلتها. ودابا اللي غادي نزيد زيت الزيتون، تقريبا هنا عندي زوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نغطي عليها مره مره نحركوها، نخليو النار تكون متوسطه، مره مره نحركوها الوقيته اللي غادي يطيب لنا فيها البيض ديال الدجاج. راه دغيا كيطيب، والتشيشه غادي يجيو مقادين، غادي يجيو بزوج كيف كيف. نوري لكم دابا الحشوه، هي خليتها كطيب خدات مني 20 دقيقه، هي والدجاج جات نيشان، طابو نيشان بزوج بهم مره وحده كيف كيف. اللون ما نقول لكمش، المذاق يا سلام، والريحه ديال الزعتر شي حاجه اللي واعره. المهم الحشوه ها هي المسمنه، انا خرجتها من الفران كما كتشوف قطعت انا طريف باش نوري لكم الداخل ديالها. ما كتجي لا معجنه لا والو، بالعكس كتجي طايبه. هنا غير حيت دقيق القمح الكامل كيبان لكم داكشي كله يعني كحل الا بغينا نقوله، ولكن ملي كنقرب كيبان فلو. بغيت نوري لكم يعني الطبقات ديال المسمن كيفاش كيجيو، شي حاجه اللي زوينه صحيه خفيفه بحال هكا مع السوبا ولا الحريره. وغادي نرافقها بشويه ديال الشريحه شويه ديال التمر، وغادي تكون هذه وجبه يعني راهي كما شفتوا فيها كل شيء صحي، ان شاء الله تعجبكم.